انا بدايتي خالص في الناشئين، في المراحل الناشئين اللي هي القطاعات، كنت بلعب في، بس كنت قصير ما كنتش طويل، فبالتالي بعدها شويه بدات ارجع ابقى نص ملعب، نص ملعب مهاجم. بعدها يمكن حصل عندي ان حته ان انا بعرف ادافع بشكل كويس، عندي رؤيه كويسه ان انا بعرف اقطع كوره بشكل كويس، فبدات العب كديفندر. يمكن في نوعيات لعيبه الحمد لله انا واحد منهم، ان انت بيقدر المدرب يشكلك زي ما هو عايز. لو حطك باك يمين بتلعب باك يمين، لو حطك نص ملعب مدافع بتلعب، حطك فورورد بتلعب. ففي وقت من الاوقات لعبت باكات طبعا، لعبت ولعبت ماتشات دوليه تقيله يعني مع كابتن جوان، لعبت ضد السنغال، لعبت ضد الجزائر، ماتشات كتير لعبت كظهير ايمن. لما بعد كده بقى رحت تركيا كان ارسون يانال طبعا كان في جنسلا، بدا يقول لا انا عايزك انت عندك الحصه التهديفيه عاليه، انا عايزك تلعب تحت الفريق. وبدات العب تحت الفريق، الموسم ده انا جبت 23 هدف ما بين دوري وكاس. ومن بعدها بدا طبعا اطور الاداء بتاعي ان انا بلعب تحت الفريق، انتقلت لبشكتاش مع المنتخب، بدات العب حته صنع الالعاب دي لما كنا بنلعب، حتى لما جيت مع النادي الاهلي هنا كنا نتبادلها انا وبتريكا وبركات ان احنا بنلعب ثلاثه من تحت، محدش عارف مين اللي موجود. ففي تطويم الاداء، وفي كمان حته زي ما قلت لك ان عندك مرونه في اركان الملعب، انك انت تقدر تحط في اي مكان تلعب فيه.